ماذا سنه الاخوان هالبوقتين القوع عرس ماشي مثيله والصفو تم في وادي الرحمن بالعاص في ليله جميله واحضروا كل الاهل والاخوان والاصدقاء هم القبيله ونعرسهم والطلب والشان ما بالحق منه مهيله حسبت على الايام والاحيان تمر ليله بعد والوقت هذا اليوم لما حال الجبر ما بقطع سبيله مدارها الحمراء وصلت الآن لهي سعاني والحليلة وصلت ولحقت الزمل حنان حنان في وسط البسيلة ودخلت في الزامل كما الحيران والقول بالغرفة نكيلة باركت للأخوان والعرسان ومن حضر هنا زميلة وحضرت واجبهم ونا تعبان سهران وعيوني عليلة وإحنا أخوه من سابق الأزمان نمشي على سوار حدويلة نقدر الأصحاب والجيران والجود نتقاضى بديلة وعندنا الكلمة الهامي زين من وعدنا ما نغيب ليلة لا نخاف من إنسي ولا من جان رجالنا ما هم قليلة وسلاحنا البلجيك والعلمان ما هو سلبنا بوفتيلة وجمالنا بتقصع الوديان مدللة ما هي سهيلة تمشي جنب حتى بلا خطمان بالعلم وفوق الثقيلة بالحمل لا سرحت من الريان تضوي بسيوان هذه السنة الأخوان هالبقية.